السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً شعبي الصومالية ملو بوجه تنسود هذا وحنا ربنا بالبانتنا كهذا له وركي قدام بيجي إن أقصد قارية دقان كبتلان وصلتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما شعب الصومالية ميل والبود جوكتان سودة وادا وحن لي هاي عيد مبارك، عيد مبارك، كل عام وأنت بالخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وحن هدا قد كالتليفون ككدقي مقالة قروي يا مملكة بوتلان وحلي حقيقي انقلاب كي كده حي مدحوينها إيه مدحوينك حقين كبوتلان وحرق جوستي مال أذقنا حالة دي سمريسو ده دلالة أي سمين وضيع شدقا كده جانك صلاة دينتا وحقرتك أي كوكول درستين إني حليان دقالكاس وعن ربا ضد بدنو أدينك إن كم ده وأن لسعن وحق لاف كاس كيني على كوسلك كهيو إن اللو دعو كدي مركي مدحوينها مامل كبوتلان سعيد عبد الله الدني ومجعابي أما إسكو شاندين كسمي قلها وزير هذا حل كان كقاضي تلياشي عيد مدى مدحتوية دا أبان دوليه مدحتوية دا يتليه مدحتوية دا مامل كبوتلان تاسو بال مرسن لتشيل عنتا مدحوينة كعجينكا سيدا دستور كبوتلان كقرن إن هدي مدحوينه مقعابس إيسكو شاندين أو سمين أيو إن أو لا تشيل مدحوينة كعجينكا ميسان دعين مدحوينة كعجينكا وحوقات كتلافن ككل حلي سعيد عبد الله الدني وحكوية الوحاد سميسي وعليكم السلام رولوج سلو وحاد سميسي محيته أنا قلت دستور كسينية أنا مدحوينة ماشكا أنا مدحوينة كوحقين باكتاي وحشقوات كلها هذا هنا مجران هذا الكواسي كل هذا سعيد دني وحكوية لونيه ومرتبات هاي مرتبات بلو نقو محاد يقول درستي مدال باد يقول درستي مداد باد يقول درستي محاد بودلان يقول درستي عن شورك مدرسان ديقان كاقوال هايستا مرتبات بدران هنقون هدي أد مرتبات بدران نقوتنا سيدي دوبة دارد ببحيسا ووري بفلحمك بحيسا أحمد كلاش قاد بوع عرضي وعايي كبعدي وحول حرية دقان كي صول مقالة تلاح حدن لاسعانو قد قبوبي وحونا هل كاس كدل بادي إن عيدما دق دقال لسو قارسي حالة دي سنة هلس كجرتو وحا إلا إشالي يدرهاد كسو قلقلية مغالا دا قروة تقنيكا آدو فرابدان عيدما آدو فرابدان أو دا عدو مدحوينة كوحقينكا مامولكا بوتلان أرن كاسي حلوة لولا أي هاي أضياشنا ويسكود ديين وانا لحلوهاي أحمد كراش نشفكو قراعدي أنو رينو غاليد بانا هاي أدا ماشان وجح مكا قباحي سعيدني وحود البدي عيدمو قرلك البدي يا بوساسو أسوغن واسو قارين عيدمو دي عاو والا كرافرية لابدي دولمي كو يشيسو حق دراركو يشيسو حقي كو علو بان لابدنين دولمي بي كو يشيين جلافي كو يشيين إنا مدى سمارد إباتين بي كو يشيين ما انتر أيقا حيستا وحان ربا سيدو كلي إنا نحمد كراش هلكان كلا هالله أحمد كلاشو ما معه عربيت إيه دكسيدة صار إما دكسيدة ده حلقو لك تاجرت ما ماذا سوحي شيء يساقف كستو عقل له إنو كو عبر غاتو ديبي قعدا صدح ديبي وميد عادي هاي ميد قدودين هاي ميد مدو لباح باو يبيد مركاز سوحي جيلي ديبي قان عدوان قلص الراعي هاي أنا قعونو كي مدو باو حوجي ديبي قان ديبي قعدنا قعونو واعن دبي قدودنا هذا نمت كمدوح وكيرك مقدود وانا ورسول راعي عن واعن
كي مدوبا وكسو جيستي مركاس يري أكلت يوما أكل الثور الأبيض رير حمر كوحيدة هان نين قير كي لو حيرو أدنو قويسو قلاب كلابا دين المانتا كوماسا ليسنو واح قران كسوماليا اللو قرد السيو كوماسا ليسنو قلاب كي حد كور عبدولي يو نينك اللي لادو دكتور عمي دحمري او أحاور أنه سومالي بانناه واردال كينو ودالين ناه وردولد كلمليهن وردولد إنو سومالي وعن نولا تعاملو وران دولد لشقينو ما أحاينا وحو أحا قلاب شخصية ذات يدولدو كاللوغو أديجي عاو عيل مقابين حدي أحمد كراش oo dhehel ha war anagu Soomaali baanahay dawladdena Soomaaliya anagu hoos tagno waa inaan awamirteena siiso hoggaansanna waa inaan la shaqeyna waa inaan dawlad iska ciidan kala shaqeyna waa inaan horumar ka shaqeyna waa inaan wanaag ka shaqeyna muusalih waxa aan la isku qabsadeen ana magacaabay ana magacaabay anagu labadoodu waa isku kaaymid waxaan leena labadina ki raaya reerku aray saaw markaa maamulka Puntland hooyadii federaalka hooyadii dawladnimada hooyadii xadaarada caawa qoriya sal isku waxya AK 57 ayaa sal isku waxya taasna waxa keenay nidaam xumada maamul xumada qofaan ahlu heen markuu hoggaamiyo waxaasi wax ka daran baa loo tagaya Puntland marxaladda xun bay soo martay xilliga Cabdullaahi Cadday soo martay sidii lagu xalliyay ilaahay baa oga marnaba isma lahayn Puntland baa ku laaban doonta waxas inta halkaas aan kaga gudbayaa labadooda ki raaya sugeyna waxaan rabaa in uraysi maanta uu bixiyay Saciid Cabdullaahi Dani oo kaga cabanayay dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeeyay inay cadawga Puntland ka mid tahay inaan ummada Soomaaliyeed la wadaago wixii aqliyadeeda naga siinayso horta Puntland dawlad kale oo gooni ah madax bannaan ma ah Puntland dawlad aan xuduud leenahay ma ah Puntland waxay ka mid tahay maamulada dawladda federaalka Soomaaliya hoosta waxay hoostagtaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Puntland xuduud gooni ah ma lahan bad gooni ah ma lahan cir gooni ah ma lahan waxay hoostagtaa dhammaan dawladda federaalka Soomaaliya ma dawlad xaqeed ku aragteen dawlad gobol ayada ah xukunta cadaw ku noqonaysa xaqeed ku aragteen waalid ilmuhu dhalay cadaw ku noqonay taas waxaan leenahay hadalkaasi waa ka dhacay Allaah Ilaahay waxaan leenahay obalajays ka bixiso ummada Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya inta badan obalajays ka siiso ayaan ka sugeyna wuxuu dawladda ku eedeeyay inay dawladda Al-Shabaab la shaqeyso ururada argagixisada la shaqeeyo Waalaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuhu Ilaashii Leila Luuja dhamaantii soo dhawaada dawladda wuxuu ku eedeeyay inay Al-Shabaab la shaqeyso bal Ilaahay baa ku dhaariyay dawladda iyo Al-Shabaab waxa ka dhaxayaad ogtihiin colaadda ka dhaxaysa ogtihiin ayuu leeyahay way la shaqeysaa qofka markii shaqadii loo idmaday oo mas-uulka ka ahaa uu qaban waayay darbiyadu ku xuqdaa hal diidan waxaa liidee geedi ku xuqata ma weydo wariyuhu wuxuu su'aal weydiiyey waxaa tahay maamul ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya caasimadaadi waa Muqdisho laga xukumay maxaad u tagay weydiin su'aasha ha i weydiin buu yiri su'aasha ha i weydiin waxa maxaa kale lagu weydiin lahaa marka ummada Soomaaliyeed ay u gardaran yahay jid iyo jahdiid yahay meesha uu fadhiyo uu sheeganayo lagu shaqeysanayo asaga uusan diidin halkaas aad ka garanaysan waxaan rabaa qaarkiin barnaamijyada hore la socda inaan idin xasuusiyo hadda kor ilaa dadku dad aqal leh leeyihiin markii dadku isqabsadaan calaykum salaam walaashay alxamdulillah markii dadku isqabsadaan odayaashii isxil qaamay ee ergada ahaa ee dawladda federaalka u tagay ee mudane maxaa Cabdullaahi Farmaajo ee ra'iisul wasaaraha Xasan Calqeyri u tagay la fariistay ergada ahaa ee ayaga isxil qaamay ee xog ururinta raadinayay airport-ka si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay farda loo keenay ee meel fiican baa la dejiyay madaxweynaha la kulmay waxay u socdeen buu ka wareystay annagu wuxuu jiray Puntland waa maamul annagana xukunna madaxweynuna waxaan caawa in ka hagarannay ma garanaysaan maalintii la doortay calaamada sarkaan ka qayb galnay waan u tagnay dhaqaalaan ku bixinay waan garab taagnay waan aqoonsanay wax kale ka weyn oo qaban lahayn maxay tahay dawladdu waxay ay ka tabanaysay ama ay ku tirinay soo bandhigta maxaa kamid ahaa koow waxaa laga codsaday maadaama ay socoto dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mas-uuliyaddeedu ay leedahay dawladda federaalka waa in maamul goboleed kasta laga keenay 3,000 ciidan
صدح ذكروا عيدا كواديد إمارات كاكويها بحن ديت واديد وحود دي دي إن الله شقيه حي أديه سردون كقرن كالصوماليات يدل كان أمنجي سمسولك كأها إن الله شقيه واديد تاسي وحيد حسيسي إلهي هؤن حريستو لابا موادين ومسولين أه ومدحوي أساقا لامدها ومن دقال كعيال قدلي وإلاد انتين أفرنين oo halin kaliye dhalay aabahooda ka dowdintay intaas oo naxdin ah oo dhibaato ah oo walwal ah oo walbahaar ah oo mataqana naxdin ah waxa u soo hooyay wadani waa habax sanaan iyo wada shaqeyn la'aan ka timid Puntland xageed haddii marka Puntland san ku dhaqmayso gudahiina aysan waxa waxayneen Soomaaha marka in laga tashado oo dadku ayuuda ka tashadaan odayaashu way soo noqdeen asagoo yimaadeen niyo wax gar labanna ka boqoshiis adaa gar taran anagu dal kale ma nihin dowlad kale ma nihin xuduud kale ma nihin maamul kale ma nihin dowlad madax bannaan ma nihin anagu maamul dowlad federaalka hoostagaana dastuurkeena ku qoran tahay ka federaalka ku qoran tahay meel aadna wadama garaneen dowlad la shaqeey waati odayaashu waxa ku dhahan ilaa waa inaan xamar tagtaa madaxweynaha u tagtaa la heshiisa waa yuu yara balan beer ku qaaday imaraadka soo wacay استيقى التسر بالعكت هذا إمارات كتال والغاق عدنها مركز انتاسي دعادي واتا اوغيتين اي فتحات كد عادي مغادة ميش اللي هذا قرره دولة فدرال كايدو شعب كيد اوتريس الحج على كايس وحي اوغد اقضي هل مليونو كاشا ايا ديارة دو معاونة وحالا كياني مغالة قرو وحاصور راعي حلبان دي دولة فدرال كاسوماليا ما مركب بدلا متلي وزير هر قرانا ويسود جيين قدوميه قبل مركها اللي ديلي أمالين أن أرنك لو دلي دونا أي تاي أيا وحو يري دولة فدرال كأه وحا أي نو كينتاي ويكو مهات سنتر دولة فدرال كأه نو كينتا ديارة دو راشين ودو داو ودو وينو كو مهات سنتر دولة فدرال كأه وحا حالي وزير كي دونا أرن جان وحو يري ألابتان وحا أي نو كيني ماشي الأحلى إلى هذا باش عالم كأما UNHCR وهذا قد نعبت عنك UNHCR بهذا والأمضة الصومالية سفع عمرك أقول لكي نك UNHCR هايستي أي حل وهي لأنه مام البدلان اللي لهذا نقول صنها مجرية دولة فدرال كأصومالية وحسيني قبل كي يجي سنة سنة إذا أطلع إذا أطلع إذا شدال كوب حصي إذا ديارات كوب حصي إذا حمالة كوب حصي إذا قرشات كوب حصي دولة فدرال كان أنا وكاني إذا ماشي دونيس متقنا جينيس أنت هسي مركي دعدي وضياش دقة كرير بطلان مرك نين كان أورك جديد رير كست يجف كست ويس أبا بولين سلادين تودي ديار بيرها عن حمر بيتين دولة فدرال كأسو مالي بيتين وحيكوير هذين أنا قلنا ماشانا عريسا مال لقى حكومة أنا قرنين أيان نهر تاين ضد كينا نوحيو بهاي كلمة عالمية المهني وحبر الشعلة عن قبتي عافي ما تبلغ عن قبتي قرقارنا مسوق قارن فرصة الشقة كم هي صنو maamul ma haysano waxaan u baahanahay dawladda federaalka Soomaaliya ee ayadoo xukunto inaan la tacaamusho ama aan tirahdan war dalka kama tirsaneen Soomaaliya tii madaxweynaha idin halkaas ka baxayna madaxda qaranka ayagu tixgelinayo rabitaanka shacabka waxay go'aan ku qaateen markaa degmadii markaasi baahi ka jirto in la gaarsiiyo waxaad aragtay in la gaarsiiyo buu hooda gargaarki waxaad aragtay baran meesha la baran in la gaarsiiyo dadka deegaanka deganeysay uga falceliyeen maanta waxa dawladda federaalka ku eedeeyay inay ku xadgudubtay nidaamkii dawliga ah ee ka jira Puntland ay deeqana gaarsiisay diyaarada u ratay magaalooyin kale intaas markay dhacday bal ilaahay baan ku dhaarshay maasa qaldan mise Puntland waxa qaldan dawladda federaalka hadii dadka uu maamuli way dawladdii la shaqeyn way hay'adii la shaqeyn way nidaamkii ka shaqeyn way isku xirka dawladda iyo dawladda federaalka ka shaqeyn way ku fashilmay nin la haysto hostage aran jan iyo imaraadku haystaan oo noqday dadkii marka ma gablamayaan oo ma u fariisanayaan oo ma u baabaayaan sidoo kale ayuu ka tashadaan ma odayaasha marka deegaanada degan ee Soomaaliyeed ee reer Puntland ama Galdeeg waxa degnaadaan ama Sool waxa degnaadaan ama Sanaag waxa degnaadaan barerahooda waa cadisteen runteena u sheegan dani waxay yiraahdeen kama tirsanin maamulkiisa shaqo kuma lihin war dawladdeena adinkaana xukumo waan idinkaga mahadcelinayaa waxaad noo keenteen adinka wax alla wixii aan Soomaali ku leenahay oo degmooyinka nala mid ah leeyihiin inoo keen taas halku keen midayada
ayaa alaabtooda loogu keenay, berin loogu keeni doonaa. Puntland waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego, Puntland talo iyo wada tashi iyo isku keenid iyo walaalnimo iyo midnimo iyo tanaasul baa lagu dhistay, qabaa'ilaad baana ku dhistay. Haddii marka anaa iri iyo dictator iyo xagga meesha xaggan waxu wada iyo tayada anaa iri iyo imaaraadka iyo dowladda dhexlama heshiinaya oo bilaabo asagoo meesha taagan baa laga dareerayaa. Wuxuu dowladda federaalka ah Soomaaliya ku eedeeyey inay ciidamo ka qoratay Puntland. Oo xaggee ka qoran lahayd ciidamo Puntland ka qoran? Xaggee hee ka qoran lahayd? Soo dalkeedii maaha. Soomaaliya diiday markii lagu sharfo ciidankeen lagu yiri maa diidin, ilaan askarigan wuxuu rabaa inuu shaqeeyo qaranka u shaqeeyo. Haddii adigu aad madaxweynaha u ahayd ama marguleedka aad diiday, soo in uu asagu baxo uu taga maaha. Dhalinyarada Puntland deganeed ayagaa tahriibay, qaarkood waxay diyaarad heli karna diyaarad bay raaceen, waxay bas heli karna bas bay ku tageen xamar. Saasayna ciidamada federaalka ku qorteen 3,004 oo ciidamo aan la geeyin. Waxaa kasoo goostay Puntland oo kasoo tegay markay arkeen waxa meesha ka jiro. Maamulka jadiid jihadiidka ee Aranjaan ee hostage ku haystaan saraakiil badan fara badan oo reer Puntland ah ayaa kasoo ayaamay dowladda federaalka kusoo biiray, oo ka mid yahay taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka Soomaaliya General Cabdixamiid. Shalay sidoo kale waxaa yimid taliye ku-xigeenkii madaxtooyada Puntland. Qof kasta oo yimaada oo lasoo dhaweynaya, dalku waa dalkiisii, wuuna shaqayn doonaa. Waxaan rabaa talada halkan ugu dambeyso aan rabaa inaan siiyo reer Puntland waxay tahay, war waxaad meesha aad taagantihiin maanta waad arkaysaan. Maanta in garowa dhexdeeda qorya laisugu haysto la kala xirtay maraysa, in aad gobolladii Soomaaliyeed ka hartaan bay maraysaan, in nin magaciina sheeganayo oo qaranka Soomaaliya caqabad ku noqday maraysa. Adinku bal inta la fariisataan oo kaadi badna waa loo gogol badiyaayo, intaad ku noqotaan bal ninkaa waxaa ka maqan caawa keena. Caawa ninkaa waxaa ka maqan adinkaa dowladda qaban karo. Adinkaa shacab, dowladda lagu sheegay waa shacab. War odayaasha adinkaa dowladdii waa odayaal u ah, adinkaa qaban karo. Bal intaad u tagtaan, caawa ninkaa wax jid iyo jahaa ka keena. In uusan ninkaa maslaxad Soomaali wadin, maslaxad Puntland wadin, midda garawa wadin, waxaa idin caddaynaysa meesha u taagayn iyo waxa uu ku hadlay. Imisay marka reer Puntland waxaan ku jiri karaan dulmigan? Imisay reer Puntland xabsigan ku jiri karaan korka furan? Imisay reer Puntland horumar ahaan horumar la'aanta noqon karaan? Imisay reer Puntland la siyaasadeyn karaa waxbarashadooda ciyaalkooda dugsiga sare dhamaystay? Imisay reer Puntland la siyaasadeyn karaa dalka xaalad degdega ku jiro coronaviruska waxyaalihii deeqda la keenay? Imisa la siyaasadeyn karaa? Waxaan leeyahay arxalaawaha aan dal iyo dad u naxayn qaranka Soomaaliya caqabada ku ah, ka tashada ayihiina sida degmada Buuhoole u tashatay, sida Baran u tashatay, sida Galdegab uga tashatay, sida Gaalkacyo uga tashatay, Qarre iyo Boosaaso iyo meesha la yiraahdo maxay ahayto, iyo Xafuun iyo Eel iyo Badarbayna, adinkuna tashado dadka odayaashiina dirsadoo dowladda la xiriira. Meeshan waxaad sugtaan ma yaalaan, horena waa ugu mamahanay. Oo waxaan nidhi mangaab reer u taliyay murug maaru baa u dambayn doonto. Mangaab qof aan caqligiisa dhammaystirnayn, qof aan maslaxada qaranka ku shaqaynin, qof aan la taliyo wanaagsan lahayn, qof iska caraysan oo haddii wax la weydiiyo wuxuu kaga jawaabo aan garanayn, halkaa fadhiyo inaad waxaan ninaataan waxaan leenaa waa nasidar. Waan ogahay dad wadaniini haatiin, waxaad jeceshihiin nabadda, waxaad jeceshihiin maamulkiina, waxaad jeceshihiin wada noolaashada, waxaad jeceshihiin Soomaalinimada, waxaad jeceshihiin qaran Soomaaliyeed, laakiin waxba meesha kuma haysaan. Mas-uul intaa idin qaban kara kuma haysaan. Baarlamanka Puntland waxaan leeyahay war shalay wax ka dhacay baarlamankooda arkayseen, dulmigii ka dhacay Puntland baarlamankeeda arkayseen. War Ilaahay baan idinku dhaariyay adinkaa dadka laydiin doortay ee kitaab jaamac u maray, war Puntland badbaadiyay, war Puntland badbaadsha. Maanta Puntland meesha ay taagan tahay meel lagu eegan kara maaha. Ka badbaadiya nacabka iyo dadka xun iyo wax magarad ka haysto iyo cadowga gacanta u gasho. Ma dadkaas intaas oo kun oo qof ah ee reer Puntland heshantaa gobol ah, ma lacag yaro imaaraadka u taalo Dani iyo in Cabdirashiid u taalaa loo baabi'inaya dadka? Ma dhalinyarada mustaqbalkooda loo baabi'inaya? Waxbarashadooda loo baabi'inaya? Caafimaadkooda loo baabi'inaya? Horumarkii loo baabi'inaya? Dhismihii loo baabi'inaya? Mashaariicda loo baabi'inaya? Dowladnimada loo baabi'inaya? Shaqsiga iyo adinka shaqsiga fudud,
dani anagu waan baarnay baaritaan baan isku sameynay intaasaan social media ka hadlaynay dulmin mayn maskax uu asagu leeyahay iyo aragti uu asaga leeyahay xamar uma diidin ninkani waa la keensaday imaaraad baa keensaday dadkii u dhiibteen baan ahay awood uu ku taga maanta caasimadda soomaaliya ma jirto awood uu dowladda soomaaliya kala hadlo waxa uu rabo ma jirto wax loo dhimay miyaad garanaysan carab war wax loo dhimay caawa sheega ummadda soomaaliya reer puntland noo sheega dowladda federaalka annagoo soomaaliya garabkiina taagan annagaa idin helinayno annagaa heli hore in la garab taagan bal caawa qaladka ay dowlad xukuumadda dhexdhexa ay gashay annagaa qabanayna soomaali baa garabkiina annagaa dowladda la hadlayno soomaali baa la hadlayso bal ilaahay baan idinku dhaariyey caawa waxaad noo sheegtaan wax ninkaas ka maqan oo dulan ahoo lagu sameeyey puntland war haddii deeqihii wax la siiyey war haddii waxbarashada la siiyey war haddii gargaarkii u badnaa ee soomaali la siinayay ayda la siiyey war haddii daawad u badneed la siiyey war haddii mashaariicda u badneed la siiyey war haddii lacagtii laga goyn ilaa haddana uu qaadanayo maxaa ka maqan oo loo samayn lahaa macnihii ummadda soomaaliyeed bal u sheega caawa ninkaa daniya idin xukumay reer puntland dad badanoona daawanaya tihiine war qaranka caawa hadaan buu kasii dhacaya war maamulkiina hadaan buu kasii dhacaya war dadda maamulada kale waa ka tageen war maanta galmudugtii shalay la aasaasay baa maanta meeshay maraysa arkaysaan war iskoonfur galbeeddii ayda ka dambeysay sayta maanta waa arkaysaan war adinku inaad iska xanibnaataan oo aada noqotaan dulmanayaal aamusan oo iska aamusan oon hadli karin ma ahane ilaahay baa idin untay inta hadashaan waxaad tidhahdaan war daniyow mudaharaadii samaysaan war waxaad tabanaysa sheega war odayaashow ha ka caajisina ma rabad ku laabta isimay puntland ku dhaqantay kusoo caano maashaan maqli jirnay war ilaahay baa idan arkay war ummadad mas-uul ka tihiin war odayaasha dhaqankaa tihiin haddii dowladda dhexa qaldan tahayna qabta hadduu dani qaldan yahayna qabta oo runta u sheega oo ummadda hor dhaaf dhaha waad aragtaa inuu qaldan yahay haddiiba dowladdii federaalka madaxweynihii idin qoor dhiibtay oo ra-iisul wasaarehi idin qoor dhiibtay oo wax walba oo ay mudnaanta la siinayo mudnaan kasta la siinayo soomaalina uu ogoshahay la baryayo maxaa ka maqan oo caawa aan siin lahay noo sheega ummadda soomaaliyeed ma farmaaja inta u qalqalno iyo qayree oo inta u qalqalno oon isbaysbaalka qusuqaar urina ukeen dani u keen ha cune wax kale ku qancaya ma leh wariyaha b b c da caawa wareysanaya hal pointi oo loo mataqaana la taaban karo oo loo qaateen ah oo ay ummadda soomaaliyeed iyo qof kasta waxgarad ah maanta qaadan karo waa laga waayo su-aal kastoo la weydiiyey ma ka hadlayo hadda caro maamul dadkaasi ummadaas xadaaradda leh ee sharafta leh ee waxay dad bini aadan u baahan yihiin u baahan ee dowladda soomaaliyeed jecel ee wanaagga jecel ee iyagu inay maamul helaan rabo oo mustaqbal iyo sharaf iyo karaamo rabo ma u xanibnaan karaan marka shaqsiga noocaas ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waa may waa nasiib dar cid mubaarak walaal calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu annagu puntland waa jecelnahay horumarkeedaan jecelnahay wanaageedaan jecelnahay dowladnimadeedaan jecelnahay inay wax noqotaan jecelnahay inay hormuudkii federaalka noqotaan jecelnahay inay dadka iyada uga horeysay maamul goboleedada simirnaar siisaan rabnaa in tababarada siisaan rabnaa inay iyadu maamul goboleedada iisheg ay ka horumartaan rabnaa laakiin iyada nin waxaa la yidhi maxay ahayd neef qofkila haseenta ku dhegan yahay cidna ma kicin karto puntland waxay noqotay sac ruq ah abaarta markay dhacda lo-da ruq buu noqday in la jiido ama saliid lagu shubo oo futadasaan loo qabto la kiciyay noqotay ordayaasha waxaan leeyahy waxaana ku daawanayna berri waan idinweydiinaya mas-uuliyadda adinkaa qaaday war isku socodkii puntland waad arkaysaan war amnigii waad arkaysaan maanta haddii dimuqraadiyada jirto haddii wanaag jiro haddii mataqaanaa in yar oo naxariisa ninka ay ku jirto ama in yaroo danqasho a ku jirto nin mas-uul ahoo maamul haya markii uu ku fashilmo isku haynta dadka markii uu ku fashilmo madaxdii isaga la shaqaynaysa amnigooda inuu sugo markii uu ku fashilmo dowlad wanaagii markuu ku fashilmay la shaqayntii dowladda federaalka soomaaliya hortiisana lagu qashay laba xubnood oo muhiima laba gudoomiye gobol oo muhiim u ahaa oo lafdhabartii puntland ahaa hortiisa lagu dilay wuxuu la fadhiyay maxay tahay meesha waxa ka maqan wuxuu la fadhiyaa caawa soo meel ceybeed ma dhex taagno
مر هدي أمني جيبه كوفة شلمي مر هدي هرمارك وكوفة شلمي مر هدي إسكو هينتي وكوفة شلمي مسؤولين تي أسر ريسورس الوقت اللي يلقدري وحقول دمان داواني نحيت وحقول دمان وعاوة داواني أما أسوقي نحيت وحان لين عيب إلا لما أنت وار أمدا أنت هكبضن وي بابا إيساي أنت هكبضن أمدا وي بابا إيساي هذا هو إسكاكتك وأمدا أون حريسو إسكاكبح وهذا بحي كرتيد وهذا بحي كرتيد نين كان مبحي إمارات كادوني يدلق الصومالي يعني كدو الليستان نين كان إمارات كادوني ومدني كدو الليستان وربوصة أسحرير كلاما نحيي ديقان كدت كجو ورصولي السناق عانتو ووجهت بو هول حرير بناسا كلاما نحيي ورسناق حرير ولاسا كلاما نحيي ورقالك عي حرير ولاسا كلاما نحيي ورقل دقب حرير ولاسا كلاما نحيي يوم دحوين ويوحق نين أد يا أد شعبي قلنا نسويه ضبطن، قلنا نسويه ضبطن، أشرفت ضبطن إن الرب الله هي معك. لمركز الدحاد، وحو إذا يبيش عالمك، يا سومالي يا كتها جرتوا، دقها عالمك، وأسرق وانتظرك قات. دبلسك دولة نمذا، هرمركا، أيو أد أسو جديدي أي سن منين. حاد في رسان بل أدينكم بعقل الذين دمذا نوحيرا يهدى أننا نقولوا من قوريا وحان فدراليسم كاوا إثيوبيا ينقولوا إثيوبيا باقي ينقولوا إلا وحان إثيوبيا لقا كان مدحوينها إرقل إلى إثيوبيا كيمن ومدحوينها محاردة مدحوينها الصومالدة مدحوينها بنشانقلك مدحوينها محايا تكريقة مدكا دبوبكا مدحوينها عنفرتا مدحوينها أرومية وحان حقا لقا كان إيا بارلمانكا إيا كابنيتكا حقا لغا كيني ملسة زناوية النوصة قوي إثيوبيا مياد عرقتين مدحوينيه رزوزاري إثيوبيا أبي أحمد إيو مصطفى عقجر وإسا يستمارت أيضو سياسة أريمها دي بدا كوها يستمارت أود سماؤوليهين ما ملقبليتك إني الدولة ذاك الحرير اللي يشان أود سماؤوليهين أنا هدا دل حنجوغا إنجريسك وفدرال وويلشك سكوتشك إغلان يا إيرلندا إيرلندا لما حريري كانت الدولة كره إيرلندا تكلم أدو لما حريري كانت لما نتعامل كرت دولة الحائس كره ويرش كل ما حريري كره عندنا نرويج لما حريري كره سويد لما حريري كره جرمان لما حريري كره مير إلا حريري كره ما ماير كل حريرنا تلدلات بمضارية وايو دستور كده لكم كحد قد بخيام خرمبون السنين أنا جواكوا فان هنا ديار الإمارات وأي دولة فدرالك أفسحين بسود قيو شغالة إماراتها إيمانية ذهب كبير قرنيان وحي دوناني سمينيان حلقا سينك بحيان ساسي الدولة نيوم كوهي لين أمرك ساسي الدولة نيمو ملغون نقضاء وضد الدولة ساس كنول الدولة دا كجرتا إنو صور شيغ دولة نوع عاسة دهت كي يجوي أنا قاعد أقص بنا دولة مملكة قبل كا غفرنون كي قبل كا وإنه كأثروا أثرتوا وين هذا ودولة كلا حرير لسه ما يجتو وسفارة لسه ما يجتو ووكيل لسه ما يجتو وسفير ركين صدو دولة إيه كجيرت الدولة قبل إنه كهنا وحنمر إنه ملها غير آخرات إلا سومالي غير آخرات بالنهاية ملها مال إيه كجيرت أنا مقرني دولة صدحة تنلبات تنكوبات مال إيه كجيرت مال إمارات كأسرة دتك كدري يدلك كدري إمارات وفدرال وإمارات دبي إمارات كأبو دبي العين شارقة ما هم اللي لما أنتوا ذنوا حاكم أنا الشخص زائد دولة لما حرير لما سوي سكران لما كل مكران سومر دوين كران حرير لما يلا كران فالأديك الدنيا دولة وهايستو وكشة كيني دولة وهايستو ما ده سومالية وكشة كيني ألين كلين كرباي كينا صوت مركز دقن نما نجوما أهان وحاسين نما نجوما أهان إن النجوم بدو الصومالية ذو عقل إلهي نسية وححون أي وحون أحسن كلا جرنينه إن وحادت كهنة دل جا كود دعوانه أو أنكو فيرسنه صو دل نما ما أنا نفتيه صو حاسين نما نجوما وإن هن تأشجنا نرهنا وروحات كجرتان بحال مغلج الروحات هبل وحو كجرو
إن الصلاحي إن الصلاحي به ها ها متجانتي إن الصلاحي كم جرت وروح أني كان كجرو وني كان السمايني وح دوني ذا كذا عي ماها وحنو عرقنا يا ماها بل وريها وقف كدير سومالي أهو بل أنت دني قطك توري صو وحاد ودي سام حاد ورد فدرالك سومالي كل درس أنت ما قرني ما حاد مدحونا بكو عديس ما قرني مركا إلهي وحن لنا هاي ربا أو ياكله إلهي وحن كبرينا بدلنا عريس كسارة وولا له سوماليات وادت سوماليات شرف له وناك ربو دور اندي مر ربو دبات تأي عقابة سارني عقابة سارة إلهي كدو القاب وإلهي بدل غير قبا أكينو أيان إلهي وابرينا سيدوك له وحو سيدوك له دورة فدرالك أكو إيدي لشقين تباش عالمك إيه سفير هذا الصومالي وكمدها نيكولاس هايسم نيكولاس هايسم بل مدى الصومالية دي أدون كدولة دي سفير هذا الصومالي عابي أي مسير كودي كتلينيان أو أي أمر سينيان دولة دوني دي كجير تكينا حقنقا قولي نوغدي نيكولاس كي أو وحي أغان تسميه أو انت بايدابا تقيري بايدابا اسناد مغدشة مغدشة اسناد بايدابا يري اسناد مغدشة مغدشة اسناد بايدابا يري صوماليا أفار انتارو للكي ذا خوصي فرقلي لو واحي أوبرتين حدي دولة دو قلدان تهي يو انت ما أقبالي لهي دوني ذا حكومتي دولة دا قعانتا سيساء تاكل إساء لغالا أوبادان سيسو إني كسو بدش فالفيري إنو قفك أسر عقل لهين باردي شيئية وحور ربا وحي إلا صومالي الدلقة أها الدلمي أها الرباطة أها متق أنا كدل نلاشة أها الدلالك أها الملالك أها إن الصومري دولتي نجوه ريجي لقبل الله بشريف كحسن كوكين عدلك كجري أيوني كرادنية وحور ربا سفير رضا بيش عالمك ضدك دولته الصومري عاودين حتى شغلته قرن ماي إني أرنتي الصومرية ثلاثة دي أي جويان أو تكو قدام بيا أي نقدان أو دولة دان دورني أو مدحويلها دورني محي أقو قبانيا أو دات كان عود كان السيني أو نويد من الثلاثة دار كان يقبتان ور دولة دها أفغانستان أفغانستان تاد أركتين مراكن كي إنجريز كإلاليان با أم دح برنان أرميه دا مسيريقا قبالة دا أفغانستان لما فرقرين كم أدوغونا وحالي دهي نين دالك مدح برناني دي سي يقراني مدي سي كوحاد قدبي وادا دولة دي باك قردان هذه الدولة دوكا قدرنا تهاي ما يو إن بايلي لهايد أو وليبا انتي أساقة تورتو كيني لهايد نين كا قيمة بادن أو كوايا عرقسان أو كاشقا وناقسان ميه كين ليه داني وحنس ليه ملاحا عرور با دوشا كينيسا عرور أيا دوشا كينيسا دل كينا وصو كبتاي لباتاين وصو مرناي وحوالا يبيويا مضح برنانا ديرتو هاللي iyo wax yar oo noqof Soomaay waa taheerka umada Soomaalida ee gaartay maanta Ilaahay ba mahadda iska leh magaalada Muqdisho nabad bay ku ciiday nabad bay ku soontay bisha Ramadaan ku dhameysatay Ilaahay ba ku mahadsan madaxdeena ku mahadsan askarta ilaalinaysa ku mahadsan hay'adaha amniga ku mahadsan Ilaahay ba ku mahadsan wax qarax ma dhicin sida caado ah hanjita bil walbo shabab qaraxiis ma jiro adugu inaad qaranka Soomaaliyeed ciidamadii saxayido inaad qaranka Soomaaliyeed madax banaanidiisa u gafto inaad dawladda kale u shaqeyso inaad waxan sharci ahayn oo dawladda ka jirin aad maal bala soo taagnaato la xanaaqdo oo guriga isku soo xirto ma ahana xal kale ma haysa xal kale ee umadaan ay qaadan karto ma haysa hadda ka hor waa ku iri hadda ka horne waan ku iri Soomaalidu been way shaqtaa laakiin been ma mahad hadda dowladnimada Soomaaliyeed oo carootay aday ku dhibeysaa hadii horumarka Soomaaliya aqabad ku noqon lagu yiri wiil carab ku soo dirsadeen aad in yar oo dadka aad ka bilaa qaysata meel aad ku arursatay aad u naxayso oo umada baabaayo kuwa dadka qaaday ilmaha bilaa mustaqbalka kuwa argixso ay dilayso kuwa bilaa ma taqa nolosha ah kuwa derbi jiifka ah iyo deegaanadii lagu doortay ee kaabayaasha dhaqaalaha ay soo inta u burbursan yihiin
حقيقة تذكر أول دامر تذكر حقيقة أول دام أنا قاعد عاية فيري عايزه وحبي قاعد ترميس عاية وحبي قاعد تريس مجرن وهذا عاية كرتان لكن إلى الدودو وح عقلي قال هو لوجيك أنت لا تمادان برهك الله صفرست عاوة هل كاسان مدحوينها مظاهرات عن كأك عن متكلا كأ الله هين بان هدانها شعبية الصومالية تكون قريب استاجنا بطلان يدري يو أرنجان إلى شدو كون قريب استاجنا هدي وحير أو صد دباتا أما قرد يرئي دولة فدرال كأكو سميس لكن هدي ننس كحناقي مقارو عروضي بلايك كلا كوش قيس سنيس وح كلا ساريهين أو مطور كلا كده حليه أو الحميد كده حليه أو إنس زغ زايد كده حليان أو يهي حتى أنا إمارات كنا موضة قاضي كرت الصومالي محمر كحالكم نقرية مرك قدام بين حالكم محمر نقرية شعب الصومالي بربنا توشيل حتى يسام كوسي صعد عاوس وقرية لسكلم فريق ليف كلاسكم هاي أو لسكم صهم قرصم أو لما تدق على مي وعاوة لما تقالمي حالكو وحو نقرية إن بدلان تصبح قوي نقط وحي اللي يسكو درسة دور اللي يسكو كينسة دي إن لغو كرتو حالكو قدن بيه ونكا الرادين ايه وانتا وحي راقو صور دينتين لصور ديسي وقت اللي قريي ديق وبحي دعانو كبحي دقالو كبحي مسكح كبحي داد كان كسو عانا مالين ayuu dig inta ku soo yeeyay lacag amaarada soo qaad soo dhaafaysay saakana waa kala diray budlan maanta u dhari imaanay dad soo dhanbay ahay aniga marmaha qaar waxaan ilaahay nin hadduu furuq yimaado waraabo farak leef noqdo qeyr beerihii hore abdulwali baan isiraahda asaad dhaamay abdulwali baad dhaamay waaya abdulwali dawladda federaalka ana waa la goosanay نمن كيف فرورة عيال كيسنا جيد بوس كجحري ينشد أنا مش على يدورتي أنا مدحوينا كأ فح فرق لنا دوسة بين كرتاني واحد طلوا إنك قاعدنا هي مجرى واتفني مع دني معارض نق فرولة معارض نقضي دولة الصومالية أطر تمي قدوميها قد قد دستور ك الصومالية ترى يا فرورة عطكي عبد قيد الله سي دولة دي لصفتي أصوا عبد ولي كحمينا يو جيت كي وسقط أها وفدي جروة تسافر استعاي تمي يي ده هي يفكلوا عذاب يوم حد صح صاص شيء قبل جسيد كسوق غادري يي ده كا بنتا يبخل يق يوح وقان تكالي يسيب بريرة إذا عذاب أنت ويرتو وعاي عبد ولي ودليل يي محوكه يستي ترم كي صور دم يستي أنا كم عمله كرسي عنك ولا فريستو ولا شيء ذاك ولا فريستان بده تقول أنا جوج جفني أنا جروة عبد ولي يربو كوي عبدولي يربو كير انت هسي حوغا على دقاق بطلان كوهش انت اي بطلان هرمرير اي دقاق كوهش تاسا برونات بفرقي ورابوغي عبدولي ها برونات وننكي عن رهينا الله إله عذابها بحالي واكلا سبحان الله يستان كدرا يبيت كي وحيو نوسك فوق صدا يبيت نن عريسان بايب نن مقالو عريسان بايب مال او سعودي مال كان كلا غرانين مده سوماليه مالو عريسيه يا مالو سعودي لا غرانين وريرسان تذكي ويابين حتى هو احترام هوي او تغيب سي ماشي كجر ان قعنتان حق بدان قعنتي صحافتي ساي تاي او سيد عبد الله راه حافظان انا قعب بدان انا اسكل قعنتي حافظي دو هاي انا ما مامولني ومحتوي عينك سكال عيني وعينه عصو كسم يستو ودورة يستو ونظام يستو ويرى يور انت عصو سمين وين انت ايو قرن وين مركا تذكرني انت ان لاقي اكسي جري كرن مركا مركا حالكو قدن بيه وحدان هذا لقى قارين ومد ايسن كقارين وان الله يسو ايمان وان نكال لقى بدبادين ما هيكون ده بينهم تابع الله أمرك. ما أنت هو الأركيسين أضياشي كباش أها أحمد كراش
tab soo istaagay samadoonadii wax garadkii uqaashi aqaladii soo istaagay garadku ma jirin malahaas leh aqaladii soo istaageen dhahayn anaga meesha waa macnihi waa awood qaybsi waa dhardhaarihii budlaan dhisanaanahay madaxweyne qaateen madaxweyne ku xigeen baynu qaadanay hadday nagu ixtiraam waayeen waa lagu kala tagaya intaasuu gaarsiiyey marka wuxuu la degiyey dam lahaa uu afka u tuuray intaas ayaa in dadku inta soo baxaan odayaashii iyo dadka shacabiga soo baxaan war haddii wixii aanu wada lahayn aanu wada haysan karin kuna wada noolaan karin wada dhisan karin oo aad adigu meel kale iyo rati boobaalaha saaran tahay annaguna waxaan leenahay soomaalidaasaan ka mid noqonaynaa wax dambe isugu kaaya jira ma jiraan waana ka tashanaynaa waa hee ka tashanaynaa maamuliyuha cayl waa ka tashanaynaa marka waxaan leeyahay umadda soomaaliyeeday adinku maamuliyiin waa ku jirtaa meeshaan waa gabar reer puntland ah weliba waxgarad ah hadalyaqaan ah sharaf leh anu ixtiraam baan u hayaa waa mataqaana waa gabar soomaaliyeed bal adigu caawa intaad u tagta dani u tagta intaad u tagta dani bal caawa waxaa ka maqan adiga maamuliyiin ahi soomaali kuwa keenlaysa adaan farmaajiya qeyro kuu dareynaa ka keen adigu ka keen caawa car wuxuu sheegayo car wuxuu dali sheegayo ka keen cid afgarataa la waayo inuu chinese ku hadlayo inuu yoga ku hadlayo inuu wax kale ku hadlayo waa la garan waayo annagu marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed puntland waa dad sharaf leh soomaali ah walaalahayn ah lafdhabartii dowladnimada ah waxaan rabnaa dad wanaagsan iyo dowlad wanaagsan oo dadkaas dowladda soomaaliyeed la shaqeeyo fidna meel taagan ee caraysan ee la qabirtay ee aranjaan iyo caruurta faroola u xiran fiiri markuu shir aaday nairobi wiilka faroola daba taagan markuu abudabey aaday wiilka faroola daba taagan markuu xafiiska joogo wiilka faroola daba taagan marka asagoo miyuusan ninka dadkan ay doorteen oo kasu doono waxa ku yimaaday ee mas-uulka ka ahaa ee u dhaartay ee kitaabka qur-aanka gacanta mariyama aw dadkii u dhaartay aw shaqadii loo idmaday kursigani waa lagula fariistay taladani waa lagu haystaa wax markuu hadlane sun iyo waawaayuu ka wareegayaa wax ummadda soomaaliya kasii kala fogeynayo wax dowladnimada soomaaliya caqabad ku ah wax dalka iyo dadkaba dhibaato ku ah mataqaanaa ka wareegaya wax dadkan soddonka sano dirayay dagaaladu ka dhexeeyeen burburku ka dhexeeyey isdilay ee laysku kabkabayo la yabyabayo wax bogseyn karo ma keenayo wax nabaradii ummadda soomaaliyeed kala gaaray danqinayo keenaya bal ilahay baan idinku dhaashay ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay beelaha soomaaliyeed ee puntland degan iyo degmooyinka degan dalka horumar baa ka dhacay dhaqaalay dowladda federaalka ah beesha caalamka ugu deeqday dalku dhaqaalihiisa waa kordhay waxaan leenahay inta ay xaalku saan yahay inta uu xaalku saan yahay waxaa laynka rabaa sida u dhaqsiyaha badan in aad kuwa dowladda la xiriirna u ku mahadsan yihiin oo ayahooday karteen kuwa kalena inay dowladda federaalka ah soomaaliya la xiriirtaan in aad dowladda federaalka ah soomaaliya la xiriirtaan adinka iyo dowladdiina lin dhexin adinka iyo dowladda federaalka ah aan lin dhexin ilaahay baan ku dhaartay reer puntland caawa inay maamuliyiin doortaan meesha dani ka doortaan bay ilaahay baan ku dhaartay ma idaa la afgaranaya oo gartaqaana oo gar qaadanaysa anigu caawa labadooda ayadaa afgaranayso ayadaa la afgaranaya oo gar qaadanayso oo hadday gar daran tahay waa gar daran dhahayso ayadaan soomaalinimadeeda la iibsan karin marka waxaan leeyahay ninkani dadkani waa baabi'iyey sharafkii iyo karaamadii ka baabi'iyey taariikhdoodu baabi'iyey midnimadoodu baabi'iyey wadajirkoodu baabi'iyey ciidamadoodu baabi'iyey waatan casirka cad laysku qalanayo garow waatan casirka cad laysku qalanayo meesha gaalkacayo waatan casirka cad xabadda ka socota gaalkacayo waatan boosaaso habeen walba meel lasoo qaaday oo laleeyahy xogeeyaa la dilay iyo wasiir bahalka waxaa la dilay maareeye iyo waxaa la dilay shaqaale waad arkaysaan marka intaa ka badan waxaad ka dhowranaysaan reer puntland dee adinka intaa la
سان أركي بيشان هدي هذا دما تلحد بيشان لحد هدي قارد دو قارنكا أو أيسان استيمان أنت الباب كو قرا عن قورت أيسان سوق قبني برنان ككتوري أو أيسان إن أمدتك يدلك الرع أما أمد هر رافع قدومين أنك سومالي بانهي دولتك منهن إثيوبيان منهن إمارات منهن كينيان منهن سومالي بانهي دولة فدرالك على سوماليا نوستقنا دولة الرع هدي إنت ليه وياه أو أيو أمسان وحبابا أيوة تدكودي وروح برشة سياسة والكورونا فايروس سياسة أيضا سياسة معاونة سياسة عيد سياسة قال يدل كده سقف سان سياسة كينيا الصومالية كينيا لصفو وحاسو نكاح كجرا وحاسن تورني الصومالية تقول نقول قف قصة أغلى مركب حال لنا ما مريض هكذا سقف ده ما أنت هكذا سقف ده حكمة ده هكذا لفت ده هذا النقفكو قد أنكرته قرت هذا قاعد أنكرته إن ما تري لو كميل قال أودي بعيد أفرت بلود نارك بلود هرت رجوا حاودر مبلي قرت يعيل خيش نينك أسوق قرله أما أسوق رمت رمي كرو أسوق رجل هذي كرو قرت يسعيل خيشه أو أن هل كرين أو وح قب شيء كان كرين أوركيس عقدة كبر ما لنت للدورني وحنا سدها يلا من البحر دولة كسر الشقي إلا ننكو وح كش قيني يا مصماسق يا بين يا برلقة يا ظلمي يا حاران أيو كش قيني إسكولا بينه عرب العقل لوعنه شهادوين بينه فرح سكين كسر قاتي إلا ننكو فرح سكين وكل كيسو أحاو نكو إلا ندمر جديد بوها وحاسو كسو كري وكسو برباري وكسو وحيستي وكسو كسو شقتري وحي أنا وحنا لهني بلاي أو دكتور أمريكا دكتور كمغلدي الوقت إنجليزي كسف عنو يقانو أو مامل كإمارات الجرنية أو أقويهن أي ما أنت بدل عن دورتي أو ذلك كبحين أو وحاسن دهي لكن وحين نقطة زيرو زيرو زمن أغرب يقدمك نقطة وحاسينو أرجن أمريكا قف كنوع عاصي أمد عاصي حضارات الشيقات هذا الصومالي من حكمنا وهو يدي فدرال كان ناي وهو يدي مرادية دان ناي وقرقي قيسي هذا شرفت لها عبد الله يوسف كده الشي وعبساق حاج حسين كده الشي وقليف عيسى مضان كده قليف عيسى قليف محوها مروي هذا كده الشي ورقها صورنا كده الشين وبقر عثمان كده الشي عاو مالكا سيتاقين عاو مالكا سيمريان إن ما نجاب عريسن، وأن قرتي سنة جرنين، وحكم غنى جرنين، وحق ولي أنا جرنين، إن أمضى مسير كذا ما أنت أقتنط، قدوميو، دولة ده كقدوميو، دقي عالم كقدوميو، كورونا فيروس كقدوميو، وحبر شدي كقدوميو، محاك محيط هاي باهيدا كيني كرتو، ويلس هاي تعجين، أما ميس، أما سكر، وحي ميس تبوا حكوا صبرتين، سرع وحلو صبرين، مركو قلن جبيه وحكوا شقيات الشهاديس إن مرنا قريب. قف كان الحجاله ده قادر مو هي ومي وحل الحجاله ده كو هي ما وحل الحجاله وامده يا دلك او هي مجرن انا مركو حن اورن لها او ان امده الصوماليه وشيغ لها ور ورا لها البهن باشا دغ سول يسناغ وتشد ولا لها قل دغ دغن تشد ولا لها قال قعي دغن وتشد ولا لها بري دغن وتشد ولا لها عسير لاند دغن وتشد سانكم ولها نقال دقن قروة دقن وقطة الشهر واحد فالإلهي بارد كل داري عيبت كل داري أيضو قبل كالصومالية قبل هذه الصومالية أي بيه فتهاد فتهاد كل داري أو أي جوهر كل داري أو أي بار دائرة كل داري أو أي غرر كل داري أي دولة منهان تكوض غرسيس مليان العقل وداري ديارة أصررت مركاسة ديارة دي مركلا كيني بحيري يو أم بارنو كنت إلهي وحلي ما لا يشكر الله لا يشكر الناس لا يشكر الله ورقفك الجزار كان نوع عاس وردت بدلنا ضد أبا العليو شرف له كرامة له ضد كمتقنا حشوده وحلك الحرة أي هنجرين ما أقعد نمشي وحبارك قد عاي وحي إيجيستين ولقى جويني يلا مقرني وحي إيجيستين ولقى جري يلا مقرني
waxaan leenaa calayadu ha shaqayso, ha laysu yimaado, tala degdega iskuga yimaada. Ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool, ee la mustaqbal jiray, ee guri lagu soo handaraabtay, ee ninka caraysan hor fadhiyo, ha la dhaafiyo ummadda, ha la badbaadiyo ummadda. Qof matali karo oo hoggaamin karo 4 sano u hartay ama 3 sano ee barka u hartay, uu keenay Ilaahay ka baqo. War shacabku adinkuna hadla oo doorkiina ka hadla. Waxa lagu ciyaarayo ee lagu tumanayo ee mugdiga la gelinayo ee amni la'aanta la dhigayo ee mustaqbal la'aanta la dhigayo waa shacabka. Waxa go'doonka la geliyo waa shacabka. Waxa go'doonka la geliyay waa shacabka. Shacab oo fadhiga ka kaca ayihina ka tashada. Annagu marka waxaan leenahay had iyo jeer waxaan garab taagannahay shacabiga dhibanaha ah, dulmanaha ah, dowladnimada Soomaaliyeed jecel, midnimada Soomaaliyeed jecel, caafimaadka qabo ee reer Puntland waa garab taagannahay. Idin ma dhihi karno waad xuntihiin. Waayo masiibo rabbaani ah ku dhacday, imtixaan rabbaani ah in ku dhacay. Ma aqaana waxaad gasheen oo ninka goynay. Waxba aan idhalin. Haddii mar hoggaanku kaa xumaado, hoggaanku mar hadduu kaa xumaado, mar haddii hoggaanku kaa xumaado, waa ku dhamaatay. Shinnidaad aragteen ee xayawaanka ah waxay ku nooshay ku badbaadaa boqor bay leedahay. Boqorkaasi daba kacdaa meel wanaagsan ay ku badbaadaysoona geeyaa. Bini'aadamkuna hoggaan bay leeyihiin. Hoggaankooda hadduu xumaado uu halkaas soo dhaco oo waxa aragta sameeyo way baaba'aan. Waxaan leenahay war adda kalaashow talada ugu dambeysaan ku siinaynaa. Shalayto Puntland waa badbaadin karta. Markay dhoobadaaro la weeraray waad badbaadin karta, waxbaad u qaban karta, waad garab istaagi karta, ummadda waad tusi karta, waad ka seexata. Keyga laguma haystaatir. Maanta kursigaagaa lagugu yimid. Maanta kursigaagaa lagugu yimid. Caqliyadda ninkaani ku jirtana waa garanayaa inuu wuxuu rabaa baarlamaanka cod kaga qaado oo xilka kaga qaado, lacag inta u qaybiyo, madaxweyne mid kale hala doorta yiraahdo, oo sidii laba daarood aad 5 baabuur isdaba dhigato aad aada meelaha dhow meela xoraysan buu lahaa u aaday, adigu dhulkaagana waa la haystaa. Tashaan ku leey ummadda dhaqax ka daa, dagaalkana ka daa, ceeb wey maamul 20 jirsaday mataqaanaa isha goon ah inaad maanta qoryo dhexdiis ku qaadata ceeb wey. Puntland waxa u qalma maaha, magacoodana waad caynaysaa. Shalay tala kuu taallo, shalayto markii dhoobo la weerarayay haddaad i heleen sharci darro wey. Dulmiga walaalkaa aad sala ku daawataa maanta lagugu daawanayo. Godobtii aad dhigataa waa mid gees, waa mid gooni kuu tala ama gees lagu dhigi. Godobtii aad dhigataa waa mid gooni kuu tala ama gees lagu dhigi. Maantay kuu taalaa, waxaad shaqaysatay maantay kuu taalaa, waxaad afkaaga aad ku ceel bixi karto, aad ku dhihi karto warheedha ka daayasaan caqli maahan dowladnimo ku dhalato. War meyd yaallo inqilaab lama sameeyo, war baarlamaan sharciyad lagu weeraro ma lahan. Aad dhihi kartay nafsigiiba maanta ku hayo. Ka galgala marka adoo soo taagan baa berri waxaan ku tusayaa in baarlamaanka la iskugu yeero, lacagta imaaraadka la siiyo, ay madaxweyne ku xigeen, waliba ninka ay soo dooranayaan waan aqaanay, waa ninka cirada leh oo cirro layidhaah. Wallahi waa la sii joogay boqor. Nimankani waa gangis, waa aran jambaliya ma naxaan. Adaana inta shalay garab baad haysatay, dhooba gudoomiye ku agjoogay. Laakiin maanta keligaa baa tahay. Debiga gudoomaa baa tahay, debiga madoobaa baa tahay, saasaa lagu qaadanayaa. Adaana shilalkaa isdhigay banaankaasa soo dhigay. Adaa garbahaagii cunay. Adaa shahaada suur noqday. Adaa dulmi dhacaya fiirsaday. Maanta aday ku haysataa. Maanta aday ku haysataa. Ur u bixi baan ku leeyahay, naftaada kala bax meesha. Dhoobaaba ku dhaamay 100 iyo dhowr kilomitir, 200 kilomitir oo isku weera ho xor hoose Soomaaliland jooga buu joogay. Magaalada aad kasoo jeeda xuddu waa la haystaa. Tukuraqda kasoo jeeda waa la haystaa. Taleex waa la haystaa. Xageed aadi? Ma buu hodlada aadi? Buu hodlada aadi abaal mu dhigata. Reer buu hodlada way ka koreen waxaa. Reer buu hodlada waxa way ka koreen. Marka waxaan leenahay lafahaaga umaado meeshana waxa kuma yaalaan. Adaa sharciga duugay,
adaa isku adaa shahaado suur noqday adaa dulmi taageeray adaa nin laga gardaran yahay oo sharci ah ku taageeray sharci darro ninka ka gardarnaa maantay ku haystay bashaadiyaha ama barabo soo aruurso ama ha soo aruursan inta lagaa qaadaa weliba lagugu soo dirayaa b s c ciidamada garowga joogay arajan oo intaa watan lagaa qaadanaya nimankani way ka go-an tahay inay qaranka soomaaliyeed burburiyaan arinjan arinjan way ka go-an tahay inta dowladda soomaaliya ee waxqabad kale dalka ka shaqeynaysa ee dadkeeda u arxamaysa ee wanaagale ee dowladnimada soomaaliya soo celisa ee karaamadii soo celisa ee wanaagga soo celisa ay maanta taagan inay burburiyaan qandaraasay kusoo qaateen wanaagga soomaaliya ka dhacay horumarka ka dhaca way ka naxaan dowladnimada way ka naxaan ummadda soomaaliya inay babaadyo jecel yihiin waa arinjan gruubkan arinjan ee fadhiya faroorihi caruurkiis caruurtiis iyo ilashido adigana ayagiibaad maanta aad weli ka dhigatay oo aada hoos fadhiisatay oo aada leedahay yaa sayidii yaa sayidii faroole yaa sayidii leeda geedkiina ku fadhiya buldan waxay noqotay gaari darool lugtaana nimba marku qaad talada u dambeysa waa inay wiilka faroole iyo ilashido iyo asaga iyo iskugu yimaadaan iyo hebel abgaal iyo dhaban cad intaasay tartay oba dadka reer buldan waxay doorteen ninkay doorteen ah farool horey u doorteen waa soo arkeen wuxuu qaban karay wuxuu ka waxayn kara u waxeeyey adii ku doorteen muti war ilaahay ka boqo kitaabka aada martay imaaraadka waxaad ku tiradaa imaaraadka waxaa ku tiraa wax alla waxaad igahaysan qaata ummadda soomaaliyeed baa ka badan lacagta kaa taalle ummadda soomaaliyeed waxaa tiraa lacagtaasaa laga qaatay iyo badbaadiya imaaraadka dhexreerka u wey ummadda soomaaliyeed kuu qaaraamayso baraha bulshadan kaga qaaraamayna baraha bulshada ayaan kaga qaaramayna laakiin lacag aad xaddo meel ku aruursatay meel dad ku baabinaysaa maya wax la aqbali kara maaha aada baan dadka sharafta leh soomaaliyeed in salaamaya crash intuu is ilaalin karo ama isdifaaci karo ama uu joogi karo maadaama aan rag khibrad u leh khilaafaadka caalamiga aan nahay iyo khilaafaadka dowladaha iyo maamulada dhexmara aan nahay shaksiyaadka awooddooda ee isku miisaana iyo dadka ishayo waxaan qiyaasay ninkan hadday ubadato xitaa fooda la isgeliyo 49 ma qaadanay marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed bal aan walaalaha reer puntland u ducayno walaalaha reer puntland aan u helino in ilaahay waxa haysta ka dulqaado in ilaahay dadkaas waa dad soomaaliyeed oo dad aragteen maalintii madaxweynaha tagay si u ooyihi gabdhaha caruurta dowladnimada u jecel yihiin gobolnimada gabta u yihiin oo ay u yihiin dadkii dowladnimada soomaaliya canshuurtooda inta iska gooyo soomaaliya dowladeed ku dhisa war dadkan dad sharaf leh waa shacabi cadiim ah oo wanaagsan reer puntland gob ah balaayaa haysato maangaab baa helay maangaab ayaa helay aada baan uga xumahay aada baan wallahi uga xumaan kor mid aan maanta la filanaya maa soomaaliya ha guuleysataan leenahay soomaaliya ha israacdo ummaddana dulmiga allaha ka qabto wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalaha soomaaliyeed